يقول صلوات ربي وتسليماته عليه: حسنوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. اخوتنا اخوات الإيمان والإسلام، وما زال العطاء يتواصل ونحن في هذه الليلة القرآنية المباركة في تكريم روح كريمة صعدت إلى رب كريم. هيا بنا نستمع إلى الجمال بالجمال، جمال القرآن بجمال الصوت والأداء والإتقان، مع فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم، القارئ باتحاد الإذاعة والتلفزيون، والمقيم بمركز ومدينة بركة السبع التابعة لمحافظة المنوفية، يتلو علينا من آيات الله بينات، وندعو الله تبارك وتعالى له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع، فليتفضل مشكور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ولا تسمع الصم الدعاء إذا المبين إنك
يسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا دابة من الأرض
إن في
ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. إن في ذلك لآيات
يرونا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء كلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وكلنا أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله
تحسبها جامدة وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله وترى فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المهتدين
وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. يا من أنزلت مائدة من السماء وأنطقت الطفل الغلام وجعلت مريم تصوم عن الكلام، اجعل القرآن يا ربنا خير مهنس لنا في الدنيا والآخرة. اللهم اكرمنا بكرامة القرآن واسترنا يا ربنا بكرامة القرآن، وارفع البلاء والوباء يا ربنا بكرامة القرآن. خط الإيمان والإسلام، ونحن في تكريم روح كريمة طيبة طاهرة صعدت إلى ربها، جلسنا خاشعين مبسطين لكتاب الله، تلا علينا عليكم علم من أعلام القراءة والقراءات، وقال اتحاد الإذاعة والتلفزيون فضيلة القارئ الشيخ العزب سالم قارئ القرآن الكريم والمقيم بمحافظة المنوفية. نقلت لكم هندسة صوتية وضوئية من محلات ومخازن الحاج محمد الزمزمي وأولاده بهذه البلدة. أما قصور الضيافة المتنقلة عبر أنحاء الجمهورية الحاج خميس متولي وأولاده بمدينة شبرخيل، ونيابة عن جميع عائلات الزنقلي وأسرة الراحل الكريم وأنسابهم وأقاربهم وزويهم وأبناء العموم، يتقدمون جميعهم بخالص الشكر لكل من تقدم لهم بواجب العزاء والبقاء لله.